مساء الخير، أهلا وسهلا بالحبايب. أنا حكيت أكثر من مرة عن الفنان الأستاذ مروان خوري، وهلا بدي أحكي لأنه صرت معجب فيه. الأستاذ مروان خوري بيعجبني، وهو عمره 17 سنة كان يعزف بفرقة رفيح بيئة، كان يعزف على الأورج وبعدين عمل فرقة لحاله. لكن اللي عم يعجبني أكثر عم شوفه على البيانو، رائع. عم شوفه مغني بيقول صح، عم شوفه بيكتب، عم يذكرني بإلي شويري، وعم يغني حلو وله أغاني حلوة، وأعطى نجوم ألحان جميلة. إذا مروان يستحق التقدير، عازف رائع، مطرب، ملحن، كاتب، يا سلام. طبعا الأستاذ مروان مثقف من خلال ما بيغني، وبعدين عندي معلومات عنه انه هو درس في جامعة روح القدس، درس الهارموني، درس السولفيج، يعني زلمي ما اجى من الفراغ، وعنده ذكاء جدا بحيث الجملة لما عم يلحن وبينتقل. طبعا هيدي لو ما كان دارس بتصعب، معناتها الزلمي مثقف وابضاي. هلا بداياته كنا نشوفه ببرنامج ليلة حظ، كان يعزف هو على الأور، كان هو قائد الفرقة. أيضا بعام 1993 وفي برنامج استوديو الفن كان عازف مع الأستاذ رفيح بيئة، كان عم يعزف على الأور. يعني الأستاذ مروان له تاريخ جميل. لما نعد لكم شيء، هذا الشيء بيرفع الراس. طبعا برصيده الفني عنده ألبومات كثر، أغلب ألحانه وأغاني جميلة. أذكر بال87 الأستاذ مروان عمل هو مطرب صوت حلو اسمه باسمة كاسك حبيبي، أغنية طربية حلوة كتير، فيها شيء من الرومانس الرائع. أيضا بال2002 كمان عمل خيال العمر، كان كتير جميل والناس حبيته. طبعا بال2004 كمان عمل ألبوم أغاني كلها حلوة، لكن أغنية لحد للناس تسمعها كل القصائد، أغنية جميلة كتير كتير، فيها رومانس جميل. طبعا بنفس السنة نال جائزة أفضل ملحن. ذلك الأمر عمل قصر الشو، أنا والليل، ألبومات كمان حلوين، وبلش بقى يعمل حتى هذا الوقت. كذلك الأمر الأستاذ مروان يعني كمان صاروا ياخذوه على التترات، يعني مثلا مسلسل تشيلو، بجنن كتير هو عامله. كمان مش أنا قابل للكسر، كل هاي مقدمات التترات هي عمل الأستاذ مروان. طبعا الأستاذ مروان أعطى كتير لنجوم مثل ملحم زين، صابر الرباعي، كارول سماحة، أليسا، فضل شاكر، مجد الرومي، نوال الزغبي، يعني عطى كل الموجودين في لبنان، كلهم عشقوا هالألحان وعشقوا هالغرابي. يعني اليوم في غرابي في التلحين، يعني خرج عن المألوف أو عن يعني التقليدي اللي بنسميه موسيقى تقليدية. فعلا أنا بقول أنه قدر يرسم خط ملحن أو مطرب مميز. إذا حبايب الأستاذ مروان يعني ما فينا إلا ما نحكي على اللي عنده الموهبة وعلى اللي تعبه، حرام تعطي للواحد بتضوي عليه، تعطي حقه يعطيك الله، عمرك ما تاكل حق حدا. فمروان فعلا حتى ولو تأثر فهو فنان كبير، طالما عمل هذا الخط وعمل هالمنهاج صار مروان مطرب أو ملحن من لبنان مميز، كما كان موسيقار ملحن مميز، كما كان فيليمون مميز، كما كانوا الرحابني مميزين. هذا هو الفنان الذي ينجح، بده يكون مميز. بعدين اليوم أنا بدي أشكر الفنان الكبير الأستاذ مروان خوري لأنه عمل برنامج طرب كتير حلو. أول شيء عملتها مع الكبار وعم يضوي على المواهب، يعني أنا بعتبرها مثل استوديو الفن مثل كذا، لكن على يعني ألطف، فيها لطافة أكثر، لأن استوديو الفن ما بقى يستقبل صدفة يجيب مطرب كبير، أما وما يغني معهم، ما يعمل ديو معهم، هذا بدل على تواضعه وبدل على عشقه للفن وللطرب، والله يزيد أهل الطرب. أعطى لي عدة نجوم من الصف الأول وكانوا يتسابقوا لياخذوا منه، والأجمل أنه عمل بدار الأوبرا بمصر وأخذ جائزة على اللون اللي قدمه وعلى الفن الجميل. فالأستاذ مروان لم يأتي من فراغ أبدا، وهذه موهبة الله سبحانه وتعالى. وما بتكفي الموهبة، أنه أنت كمان بدك تكون نشيط وتكون أنت يعني تحترم هالموهبة. في ناس ما بتسأل، خلاص أنا عندي كذا، أنا ما بيهمني كذا. في واحد
يعني الأستاذ صباح فخري حتى كبر ما بشرب مي باردي. يا أستاذ في أطيب من الماء البارد، كبر والزمأ. قال لي إيه في أطيب الصوت، لما أنت بدك تسحب لفوق تشرب بارد بيك مش صوتك. وفي ناس ما بتفرق بضل يشرب، يوم من عنده حفل، يوم قبل يوم يومين بيصوم عن الماء البارد، ويعني بيريح حاله وبيعمل نتف التمرينات بيمشي الحال. فالأستاذ مروان فنان، أنا بس يغني على البيانو كتير بيعجبني. ولفت نظري في شيء من ألحانه للأستاذ مروان، وهذا يمكن يكون نقد بناء، أو إذا ما كان نقد يمكن يكون حقيقة، أنه حسيت في عنده تأثر كبير وواضح بالعظيم موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب. يعني في هيك روحانيات في الجمل الموسيقية اللي بيساويها، مرة نقول أي غني وكذا، طبعا ما هي سرقة عشان ما تفهمونا غلط. في عشق يا أخي، في عشق. يعني في واحد بيحب بليغ بتلاقيه يعني مثل صلاح الشرنوبي، كأنه ابنه لبليغ، روح بليغ. أنا بحب اللي بيعشق الأرواح الجميلة، ما هي السرقة من عشقه. يعني واحد بيحب فنان بيصير يقلد، قول الصوت غير الموسيقى، لأن الصوت بينكمش دغري، الموسيقى على التوزيع واوا يعني بتضيع، لكن كله أي واحد بيتأثر ومش عيب. والأجمل من ذلك بكتير أنه أنت عم تتأثر بالعظماء، ما تأثرت بناس لا شيء، فمعناتها أنت كبير. يعني اللي بيعشق الجمال هو جميل، واللي بيعشق الورد هو ورد، واللي بيغني حلو هو حلو، يعني روحه حلوة. كل القصايد يعني هالأغنية كتير جميلة، الحلو فيها أنه نطقه، لحنه، ديكوره، شكله هو عم يغنيها، تشوف واحد بريء يعني شاب، بتفكره شاب صغير، يعني هو لونه ما شاء الله ما بيبين على العمر، بس بتحس البراءة كتير هيك، وهو عم يغني قدي في صدق بالأغنية بيشدك. وأنا فعلا بحس أنه الأستاذ مروان عمل مدرسة جديدة، يعني هو النغم الحديث من نغم الأمس الجميل، أخذ شيء منه على الحداثة اللي هلا نحن عم نعيشها. فهذا نجاح يعني، وهذا فنان، يعني مش أي واحد بيقدر يبتكر أو يعمل هذا الشيء اللي عم يساويه. فمروان رائع رائع، هو عم يغني. إذا الأستاذ مروان ملحن عصري، ملحن عصري من رائحة الزمن الجميل، فعلا بياخدك. إذا أنا مثلا واحد بسني بيصير يسمع الأغنية، الله شي بياخدك، الله هيدي من التاريخ القديم، بعدين يا الله لك فيها الشباب، فيها التجديد. هذا مش أي واحد بيقدر يعمل هاي الصنعة. والرومانسية كتير بيسألوا، والله ما فهمت أنا أغنية رومانسية أغنية شعبية أغنية. يا حبيبي الرومانس مثل أنت قاعد هيك في حديقة نسمة هوا عليلي، وجنبك هالأزهار، وبعد شوي بتطلع هيك على اليمين بتلاقي في بركة مي، أوف فطوا هالبطاط فيها، كله اسمه رومانس. هذا كله بيسعد الروح، كل ما التفت أنت في عندك عشق للحياة، عشق الأغنية هاي الرومانسية بتاخدك إلى هذا. يعني أنا زمان سمعت بحيرة البجع لتشايكوفسكي الروسي، شوف قديش هالزلم عظيم. أنتوا عم تسمع الموسيقى بدون ما تشوف البحيرة، بتحس أنت أمام بحيرة وفي طيور. يا لطيف، شو شو هالعظمة، شو هالمواهب، شو هالناس هدول. هدول يدخلوا التاريخ بلا استئذان، هدول اللي بيبقوا في التاريخ، هدول اللي يدرس عنهم المدارس، لازم تدرس والجامعات، لأنه أعطوا شيء ما حد فيه يعطيه. ونعود في ميزة حلوة بالأستاذ مروان، طبعا شامل، إذا هو مطرب لسبب بسيط كتير، يكون عم يغني بيعمل لك يعني بالجملة العاطفية بيعمل لك طرب. هذا تعريف بقى شو هو المطرب.
هو المطرب اللي بيقدر بيلون بصوته، بيلون بصوته، بياخدك من نغمة على نغمة، بيحسسك بتصوير هالكلمة شو بيعطيها. هاي بالبقى لها صبا، هاي بالبقى لها حجاز، هاي نهاوند ركب لك النغمة في الكلمة. هذا بيصير التطريب. يا سلام. فمروان شو بدنا نحكي عنه أكثر من هيك؟ يعني ملحن جميل كتير، وصوت عاطفي جميل، وحضور آثر، فيه البراءة، فيه الحلاوة، بشدك يعني. وعطى نجوم كتير، قلنا لكم يعني، وبيكتب حلو وبيعزف حلو. كل ما هنالك دائما نتمنى له الأجمل. إذن الأستاذ مروان هو عازف بيانو، شاعر، ملحن، مؤدي جميل، صوت خصب حلو. هلا أنا دخلت لكم، قلت لكم كيف بدخل لك بهالقطعة العاطفية الطرب، لأنه هلا رجعنا من عيد علي. المطرب شو هو المطرب؟ هلا هو الأستاذ مروان ما عنده هالمساحة الصوت، ما قلنا بالأكتافات، عم يغني حلو كتير، عم يغني من ضمن هالصوت الصغير اللي بيدخل على الروح. حلو كتير، حلو حلو كتير حلو. ما بدي لك هو صباح فخري ووديع الصافي، لا، هو مروان خوري بهذا الصوت، بهالألحان الحلوة، بهالأنامل الحلوة، بهالذوق الجميل. فمروان فنان شامل، وإن شاء الله كمان بيكون موسيقار كبير بإذن الله تعالى. والله يكتر من أمثال هدول الحلوين اللي نحن بننعم بفنهم كما ينعم البردان في ليل الدفء. مروان فنان كبير بيدفئ قلوبنا بصوته، بكلامه وبموسيقاه. وأنتم الأجمل لأنكم عم تسمعونا وعم تتعاونوا معنا حتى نحكي الحقيقة دائما. ألف شكر لكم. على طول إن شاء الله.